بالنسبة لتحضيرات شهر رمضان المبارك، اليوم نحن على الأبواب إن شاء الله. قامت الشركة الجزائرية باللحوم الحمراء باستيراد كميات كبيرة من اللحوم من دول شقيقة ودول أمريكية جنوب أمريكا. الهدف من عملية الاستيراد هي باش نستقروا استقرار السعر للحوم اللي شاهد اليوم يعني ارتفاع جنوني وينضر كثير القدرة الشرائية للمواطن. اللحوم هذه حتكون متواجدة على كل ولاية الجزائر، ليس ولاية الجزائر العاصمة بل كل 58 ولاية بأسعار لا تتعدى 1200 كيلو الكيلوغرام الواحد. يعني 1200 إن شاء الله حي المواطن الجزائري والإخوة توعنا إن شاء الله كل الجزائريين حيستهلوا كل لحوم ويكون عليها تأثير هذه العملية الاستيراد مما حتأثر على السعر المنتوج المحلي. الناس المضاربين اللي راهم رفعوا سعر اللحوم حنكسروا هذو المضاربين، في نفس الوقت حنجيبوا من ولاية الجنوب كما عملنا السنة اللي فاتت.